مظاهر العيد تبدو مختلفة في جبهة الحرب الذي تشهد تسارعا في وتيرة العمليات العسكرية. ففي محافظة الجوف أكدت مصادر محلية استهداف مدفعية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتجمعات تابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع في منطقتي الغيل والعرضي، معقل الحوثيين بمديرية الغيل. المتحدث باسم المقاومة في المحافظة عبد الله الأشرف أكد أن هذا الاستهداف جاء بعد أن شنت الميليشيا هجوما على منطقة سداح، تمكن من خلاله الجيش والمقاومة من كسر الهجوم، ما أدى إلى مقتل العديد منهم وأسر جريح حوثي. وفي مديرية نهم بمحافظة صنعاء تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من قطع طرق الإمداد الواصلة بين صنعاء وجبهات الميليشيا في المناطق الواقعة على طريق مأرب. تسارع للعمليات يأتي بعد نجاح المرحلة الثالثة من تحرير أجزاء واسعة في مديرية صرواح غربية مأرب، حيث يسعى الجيش الوطني من خلاله إلى فتح ممر جديد يمهد للقوات التقدم باتجاه العاصمة صنعاء.